الآن نستمع ونشاهد متظاهراً بسيطاً يتحدث عن حال البصرة المأساوي ويحذر من غضب الشارع في الصيف القادم، ويقول: من المؤكد أن ثورة لا تبقي ولا تذر أحداً من السياسيين، لا بد أنها قادمة بحسب قوله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً اليوم جماهير البصرة وشباب البصرة طلعوا مظاهرات سلمية أمام محافظة جديدة. اليوم يطالبون بحقوق البصرة. هي من عدل حقوق البصرة؟ ترى المتظاهرين مو مثلاً إنه مخربين ويردون بس يتظاهرون، يردون حقوق البصرة. حقوق البصرة، لا عندنا طبي خير، لا عندنا مدارس بيها خير، لا تبليط، لا شيء. يعني يستوردون من البصرة نفط، يستوردون كل شيء، يستوردون من عده وما مطين حقوق البصرة. ليش؟ البصرة منكوبة. يعني منقول منكوبة ألف مرة، قلنا البصرة منكوبة، وصدقوا وثقوا صارت ثورة. صدقوا راح تصير ثورة أو أكثر من اللي بالبداية. نفذوا مطالب البصرة، خلي العالم ترتاح، خلي الشباب شوي تحس أنه بصرتهم صارت بخير، بصرتهم صارت بأمان، بصرتهم صارت جنة. ريده هيك يصير. والسلام عليكم.